الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الدرس 17 من كتاب الدرة البهية لشيخ شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريدي رحمه الله تعالى باب النائب الفاعل هذا محله ومبحث أقم مقام الفاعل الذي حذف مفعوله في كل ما له عرف أو مصدرا أو ظرفا أو مجرورا إن لم تجد مفعوله المذكورا وأول الفعل الذي هنا يضم وكسر ما قبل الأخير ملتزم في كل ماض وهو في المضارع منفتح كيدعى وكالدعي وأول الفعل الذي كباع منكسر وهو الذي قد شاع وذاك إما مضمر أو مظهر ثانيهما كيكرم المبشر أما الضمير فهو نحو قولنا دعيت أدعى ما دعي إلا أنا بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الدرس 17 من كتاب الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ العمريدي رحمه الله تعالى باب نائب الفاعل عشر كي تضبية طبنات تمانية تضبات كتاب كي الدرة البهية نظم الأجرومية سو ما لدى أكتئذن مشهور كوا عمريدي وحن رب العمنا عشر كي تضبية طبنات باب نائب الفاعل مرفوعات الأسماء كسو جري مرفوعات الأسماء سيدو أصل كشي أجرومي عمريد هناك دبا راعي وتضب تضب الفاعل وهري كي لباد ويكن باب نائب الفاعل نائب فاعل كباب كي كهل هذا محل ومبحث أقم جوجي بوير أقم جوجي مقام الفاعل فاعل كبوسكيس الذي فاعل كاسو حذف لحذفي لغرض من الأغراض بعده وجودين كم إذا لوحد لغرض من الأغراض أغراض أمرك إلا صوري والله غرض لفظي غرض معنوي بلا غرض لفظي غرض الغين والراء والضاد لغرض من الأغراض وجودين كم إذا أقيم جوجي مقام الفاعل فاعل كبوسكيس الذي فاعل كاسو حذف لحذف لغرض من الأغراض وجود لوحد وجودين كم مفعوله مفعول كيس جوجي في كل ما شيء دمانتين كو جوجي عرف لا أقوصري له فاعلك وحي لا أقوصره من الرفع وغيره فاعلك وحياله لهانجر أحكام الفاعلة مفعول كي أدبوس كيس جوجيس أحكام تاسي أحكام تفاعل أو مصدر جوجي مصدر أو أما سيظرفا جوجي أو مجرورا جوجي صدح ضب إن لم تجد ويشرد صدح ضب إن لم تجد هذا ذهلي مفعوله مفعول كيس المذكور إلا شيء وإلا هدي مفعول كالهلي مفعول كبال جوجين باب كان هرت أجرومي مركي لما رأي باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وكما قع هل كواكي وحوغا لغو ملاحظة يا شيخ الليل وحاكا في عنا إنو سيدو ابن مالك وكما قع بألفية ناي وفاعل الله وسيدو دورت هذا عمريدو نائب فاعل لبا أرن بكفي عنت إن أصل كأجرومي باو المفعول الذي لم يسمى فاعله مفعولك أن فاعلك سلم عامل ابن مالك يغير هنا وحيك عبر باب نائب الفاعل مالك وحال الدورتو في عنات نائب فاعل لأمرين لبا صوت مذوى للإيجاز والاختصار والعرب تحب الإيجاز بلا غذا وحاكم إذا موضوع لها الإيجاز ورك جابن فائدة لما في عم ورك جابن فائدة له مرك نائب فاعل ما يقوك كومي هو الله بقى نائب فاعل ويسوي إضافة يسوي لمن وحين أنها المضاف والمضاف إليه كشيء الواحد
نائب فاعل ريحان لك وحكا كومي اللبو نائب يو فاعل كان وحوا باو المفعول الذي لم يسمى فاعل يا بضا لبضا ومر كاسا بضنا سمع كان للاختصار والإيجاز با الله دورت والله بضا عمر ميت كمل أهرين تاكسي مهمسي باب المفعول الذي لم يسمى فاعله روحا مبتدئا بلوغه وحب امرين هذه فاعل حذفه لا يفاعل انه مفعول بس النقوكر مفعول به كليه ان باب المفعول بالمكت مفعولك الذي مفعولك اصلا لم يسمى فاعله مركه يبادر الى ذهن الطالب المبتدئ روحا بلوغه وحب امرين لا يفاعل وحنقوكر كليه مفعول به هو حب الله أساسا أسود دقدقيس لكن نائب فاعل مركي لو وحي فاعل نائب كا أفر بعد نائب كا نقط مفعول به مزد ظرف جاري مجرور وحي أنت بسوق اللي كان نائب فاعل مركي لنا فاعل كوحي نائب كا لمبركو وحي نائب كا نقط مفعول به مزد ذر وحضاه إسا ظرف إيوه جاري مجرور أفر تاوى النائب وفاعل مركل دماشا ويسوق لأي مسألة الله وعد مسألة ومسألة ووحى الله دورت نائب وفاعل وللإختصار والإيجاز إيا نائب وفاعل لشموله وحو شملنا يا من مفعول به ومسدر وظرف وجار ومجرور باب نائب الفاعل نائب وفاعل كباب كيس أقم جوجي أقم جوجي استاج أيها أقم جوجي أنت أقم جوجي أيها المخاطب وكان لها الله ولمن يتأتى الخطاب يروح كسو يكسروا إلا لها أقم جوجي مقام الفاعل فاعل كبوسكيس الذي فاعل كاسو حذف لحذفي لغرض من الأغراض مركا فاعل كمحل حذف وحيدها لبا أرين لغرض لفذي يا لغرض معنوي لغرض لفظي غرض كنت تعلق لفظي إيه غرض حاجة معناها غرض لفظي محاكم ده كالسجن من ضابت سريرته حمدت سيرته مركي وراء وحياة من ضابت سريرته حمد الناس سيرته من ضابت روحي وناكسنات سريرته وحا قلبي سكجرة بعد إنك سروحي نظيف نقط سلامة السدري هاي حمد الناس وضدك وحي مهدين السيرة وهبدأ كيس برجع رصاصة مركع حالي اللي سجعي وركع وحكافي عن من ضابت سريرته حمدت سيرته كان السند وسمر من ضابت سريرته حمدت سيرته كان اللي سجعي إنه وركي سكوت صناع سجعي بالي سجعي بلا غدا كارش مرك وا غرض لفديو ماشي وركي ودهران لها ولا ديها من ضابت سريرته حمد الناس سيرته وحاله من ضابت سريرته حمدت سيرته مرك غرض يا غرض لفدي اول غرض كمعنوي وبدنها علماء قاربا اد تربري لكن كو مهم كان كسو قبان وحا كميده يحذف الفاعل وحلو حذف للعلم به ولؤجه مثل وخلق الإنسان ضعيفا وخلق والله أبو ريه الإنسان بن آدم يا أبو ريه الله سبحانه وتعالى وللعلم به فاعلك والله حذف الفاعل للعلم به ولؤجه مثل وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا وخلق والله أبو ريه الإنسان بن آدم كي ضعيفا حال يمي التبرير مركا كاسي وحدي وحلو حذف للعلم به لابا وحلو حذف للجهل به عدا وحان سمعيساء الجاهل لغي للجهل به سرق المتاع على ابتباع اللحظي وحانك يرغب المساجد سرق النعل كبير باللحظي مياد أركي سبرك اللحظي الله كبير باقا باقا نبنير سواء سرق النعل لكن توق باحذي والله قال لكن توق ميادوكت لكن وحال الله ملاينا إنو توق قاحتي
سرق المتاع علابتي ولا حدي عدي حدي لما أقول للجهل به مركب وحال واحد في سارقي بأن الجرني للعلم به وخلق الإنسان للجهل به سرق المتاع للخوف منه ولا قعب صنع تاهد فصل مبا قتل رجل في سوق بكار نبا بكار اللي قدر سوق يا ديك رهيب البدل ما واحد لك رجل إنك سواء مقل هايوم بري باسيدا قوضن كان وحي كان عميل الجزائر الجيري intee naga sii daraatay markay intee doorasho dhacday waa 90-yadii doorashay intee dhacday baa xisbi waxa ku guureystay islaamiga oo dad muslimiina urur islaami oo jabhatul inqaad la dhigay markaa waa badnaayeen markay ku guureysteen wadankana asaalata waxa gumaysan jiray faransiis asaalata gaaladii waxay dhayn wax dhici kara ma markii hore waxay dhayn doorasho qabta doorashada markii la qabtay waxaa guuleystay jabhatul inqaad jabhadii badbaadada oo muslimiinta cali balxaaj iyo maxfuud naxnaax iyo ragba gaaladii waxay dhahen waxa wax la aqbali kara ma kuwiina waxay dhaheen doorashaan galay waa guuleysan annaka xukumayna waddanka islaamka anna ku xukumayna may 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 fooda liskii gaaladuna waxay taageeraysay calmaani iyo wixii jeneraal iyo ciidamada wixii o dhan bay kaas ilaa marka heer waxay gaadheen annaka teena tu kasii khatarsano ciyaalkii wareejinayay ukunta in la laayo ukunta wareejinay iyo lowska meesha ka wareejiyaan nag marka b b sada naag baa uga soo warrami jirtay b b sada waxaa uga soo warrami jirtay naag leh umayma umayma naag la dhaha ka soo warrami jirtay marka maalin baa warrinkii waxay ku soo dartay waxa aljeeriya ka socday tiri qatalahum musallaxuuna majhuuluuna wakafa qatalahum musallaxuuna niman hubaysan baa dilay wakafa intaasaa ku filan wax dhaafin kara ma jireed waa isku halaagsan marka lilkhawfi minhu cabsi laga cabsanay qutila rajulu nin baa la dilay ciddii disho waa la garan laakiin looma dhowaan karo marka lilkhawfi minhu baa loo xadfay lilkhawfi minhu cabsi laga cabsanay afar waxaa loo xadfaa lilkhawfi calayhi cabsi loo cabsanaya ruuxa midii hore lilkhawfi minhu cidda falka samaysaa laga baqay middana lilkhawfi calayhi ruuxii baa loo baqahaya shutima alamiiru madaxweynihii baa la caayaad ninka caayawaad ogataad ogo laakiin haddii la sheego soo bil xabsi in la xabsiyo oo la xidhi iyo in la dilay khatar buu geli soo maa shutima alamiiru madaxweynihii waa la caayad ruuxii caay waa la garan laakiin ruuxaa loo baqaaya shatama fulaanun alamiire ah fulaankii marka maxaa loo xadfay lilkhawfi calayh isagaa loo baqahaya shutima alamiiru waxay kaloo dhaha waxaa loo xadfaa litaxqiiri liidid litaxqiiri yasid ama liidid duriba azabaalu qashin qaadihii baa la garacay azabaalu waa midka qashinka qaada duriba azabaalu duriba waa la garaaya azabaalu kii qashin qaadaha ah kaa waa litaxqiiri walihaanati baa oo waxay ahayd ba daraba suldaan ninkii madaxweynaha ama guddoomiyihii gobolka wuxuu garaayay azabaala marka ninkan madaxweynaha yaa ninkaasuu haddii garaacay waxaa la yihi liidid bay ku tahay duriba azabaalu baa li marka litaxqiiri baa loo xad ma garan aqraada marka dhowrka ah qaar waxay dhahaan lizabaalida waxaa la dhihi duriba suldaanu baa la dhihi oo meeshii azabaalu waxay leeyihin waxaa la dhihi duriba suldaanu madaxweynihii baa la garaac marka hore waxay ahayd bay dhahen daraba zabaalu qashinqaadihii baa wuxuu garaac asuldaana marka waxay dhaheen haddii la dhaha ninkii madaxweynaha waxaaba garaacay nin qashin qaada madaxweynihii sharaf dhac bay u noqonaysaa mogta duriba suldaanu waa marka la dhihi duriba suldaanu madaxweynihii waa la garaac aqraadaasaa marka ka mida taasi waa aqraa bacdu aqraadi xadfi rifaaci aqraada loo xadfo kawaakibka wuxuu ku dhigaa abyaad badaanu halkaa kusoo aroori bawnaay faacil marka bacdu aqraadi xadfi lfaacil faacilka ujeedooyinka loo xadfo qaar ka mida
أقم جوجي مقام الفاعل فاعل كبوسكيس الذي فاعل كاسو حذف لحذفي لغرض من الأغراض وجد وجودين كمذا أو أهل لفذي أو معنوي لا بد أسيرت كسوكم لفذي أو معنوي مفعوله مفعول كيس جوج في كل ما شيء دمنت عرف لا قنص له فاعل كوحكستو لو يقاني أو أه من الرفع وذلك وحاتسيني مفعول كان هذا ما شاء الله كيرو ناوي فاعل كنقض واي مركه وحال ديه نايو فاعل وحا نقناي او مفعول به با هورتو كو وحا نقض مفعول به وا حاديه عمده تنبو نقني بعد ان كان فضله مركه ورم وحا اسك دهراب هم عمده مفعول به نايو فاعل كنقناي مركو نايو فاعل نقض وحال ديه عمده بعد ان كان فضله عمدة تمتير بنقون تير أن لقى مرمي مركي ورا وحوها فيري ضرب زيد عمرا سيادة فانت ضرب وحو قرع زيد زيد هه عمرا زيد كي جو محا زيد كي جو نعم ضرب زيد عمرا فاعل كي تور ماشي يا إمارة عمر جوده دسيو زيد وقلنا ضرب عمرا ونقول إن نايو فاعل عمدة بعد أن كان فضل مرفوعا بعد ان كان منصوبا مرفوعا بنقري بعد ان كان منصوبا بريور مخوها مفعول به منصوب حدنا انه وانا يفعل مرفوع بنقري مرفوعا بعد ان كان منصوبا عمده بعد ان كان فضله تير بنقري ومرفوعا بعد ان كان منصوبا اقم جوجي مقام الفاعل فاعل كبوسكيس الذي فاعل كسو حذف لحذف لغرض من الأغراض وجد وجدين كمذا لو حذف مفعوله مفعول كيس جوج في كل ما شيء دمانتين وكجوج عرف الأقنصري له فاعل كوحك سول يقان أو من الرفع وغيره أو مصدر جوج مصدر كما فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ هذه العفوف في الصور بونك نفخة أفوف نفخ فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الاعراب في الصور في حرف جر الصور اسم مجرور بفيه وعلامه جر كسره ظاهره في اخره الجار والمجرور متعلق بالنفخه نفخه ويمره نفخه نائب فاعل بعده مرفوع سيده كلام حيث مصدر ان اصلا نفخ نفخه ومؤكد لعامله نفخه مركه وحاده نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أو ظرف ظرف جوجي ظرف كي محاكمة سيما رمضان بشي رمضان والله صومي سيما رمضان سيما فعل ماضي مبني للمجهول مبني على فتح لا محله من الإعراب رمضان ويمرات نائب فاعل بعد رمضان نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أو جارا أو مجرورا مجرور جوجي جار ومجرورا ويهل بسكين سير بزيد بلا لسعدي بعد سير وحال لسعدي بزيد مركه اسا محل كات جين سير فعل ماضي مبني للمجهول مبني على فتح لا محله من الاعراب بزيد الباء حرف جر زيد اسم مجرور بالباء علامه جره كسره ظاهره في اخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن نائب فاعل سير وحال لسعدي بزيد زيد بقى لا سعد مركا بزيد جاري مجرورك محذوف بيكون تعلقه ونائب فاعلك او مصدرا جوجي او ظرفا جوجي او مجرورا جوجي ان لم تجد هذا هنا وهي مفعوله مفعول كيس انت مفعولها استقوى الله وان به مفعولك المذكوره الا شيغي واي واول الفعل هل كان عيوانك وحات كدغ تغيير الفعل المجهول تغيير الفعل المبني للمجهول فيرها تغيير الفعل المبني للمجهول فعلك لو بني مجهولك نائب فاعلك نقض اسبدل باكوي معناه تغيير الفعل المبني للمجهول تغيير الفعل فعلك ودورسون المبني فعلك المبني لو دس للمجهول فيرها فعل كهرتا مجهول مجهول كلوردس اي نايو فاعل كقعد افعال سو صدح ماي
أفعالهم ثلاثة في الواقع ماض وفعل الأمر والمضارع سمعين 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 أصل كنا الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر سمعين نحو ضرب يضرب يضرب ورتوح هذا المقشناء وفاعل قاتوا على وفعل وماضي مضارع ماضي مضارع أمر بكجرة ما هي أمر هذا وروح لأمر هي قم استاك واحد مجهول بالله هلا وأمرك قاتنا يفعل وماضي مضارع ماضي مضارع وحذوك القاد صحيح هي معتم ولمن وعرفين صرف كسب صحيح معها صحيح معها كلية إن نحوذ آخر الفعل بكاشة آخر الكلمة عفوا آخر كلمات العربية مركز صحيح هي معتم هذو فعلك الصحيح يا فيوية أو ماضي يضم أوله وكسر ما قبل آخره هذو فعلك ماضي صحيح يا فيوية وضم أوله حرف كوره يقد وكسر ما قبل آخره حرف كوره ضم حرف كوره يرهص ماشي ضربه محاده ضربه قتل 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 الخراص أكل أكل شرب شرب فعل فعل وفعل ماضي وصحيح ضم أوله وكسر ما قبل آخره فعل مضارع وسكن صحيح وفيو ضم أوله وفتح ما قبل آخره حرف كوري قد كسمي ماضي يا مضارع صحيح وفتح ما قبل آخره ماشي يضرب واحد محده يضرب يأكل ماشي يؤكل يشرب يشرب ماشي يشرب ما كساس القوة مدى صورة وينو كان التغيير كان وأول الفعل فعلك باللوغيس ماضي مضارع دونها أهض سواء انت نشر حيسال كافير هذا وأول الفعل فعلك باللوغيس سواء حيسكم مدى كان هيا ماضيا أو مضارعا هيا بخلاف فعل الأمر فعلك أمر خلاف فإنه شاني الله يصح ما صحايا بناؤه إن لو ديس فعل أمر للمفعول اللهم بديس كر ما قرأ فعل أمر السكر اسكبه وكيد اسكبه وأول الفعل فعلك باللويس الذي فعل كاسه هنا هل كان قصوغا هل كان باب نائب فاعل هنا هل كان قصوغا في باب نائب فاعل وأول الفعل فعلك باللويس الذي فعل كاسه هنا هل كان قصوغا باب نائب فاعل يضم والقذي أول كاس يضم أول كاس والقذي وكسر ما حرف سليجي حرف كاس وثبات السقنا علي قبل الأخير آخر كهرتيس ملتزم ولا لازم كسرها في كل ماضي فعل كسو ماضي فعل كسو ماضي واي أوفير سهل كاس وأول الفعل فعلك باللويس الذي فعل كاسه هنا هل كان هذا باونا يفعل بجوغنا يضم ولقذي أول كاس وكسر ما حرف سليجي حرف كاسو ثبت السقنا ذي قبل الأخير آخر كهرتيس وحرف كوهري وقدم بي حرف كوهري حرف كوهدم بي لمره ضرب بعد لمره ككوهري وكسر ما حرف سليجي حرف كاسو ثبت السقنا ذي قبل الأخير آخر كهرتيس أيو السقنا ملتزم وحلو لازمي كسرها في كل ماضي فعل كسر ماضي ماضي أول كي سكت قبل الآخر كان خاص ضرب 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 فعل ماضي مبني للمجهول وهو ما قبل الآخر كي بادعين وهو ما قبل الآخر كي في المضارع مضارع دعيس منفتح منفتح هذا من لا قرني اسم مفعول يا منفتح وقرني مو وهو حاجه اسم يا فاعل يا اسم يا مفعول ما لا اسكو تغان باجر marka حركه بس لو كلا سو مكرم يا مكرم ما كمل مبشر مبشر ما غير منذر قران كو كو سو منذر منذرين منذرين
يمنذرين مرسل يا مرسى امتحان ذكر وحقق يقول القرآن فقبا عندها التالي مركا ننك وحير وحديث يكتب بالقرآن مرسلين يا مرسلين مرسلين يا مرسلين مرسلين الدره يوم موكس يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين سوما مركب مرسل يا مرسل بكلمه منذر يا منذر ما قال منذرين والرسول شيخو يدقايا قوم كرم حالي منذرين كل يدقايا مركب اسم فاعل مركب ساكو كل ما مكرم يا مكرم اسمي فاعل عنكم حركة سنانجي سمع سلينا مفعول لحركة سو حاجة جرتي اسم مفعول كار سمع مركة اسم فاعل اسم مفعول وزن كاسكو كل ما حركة ده هو سوى اسمي فاعل حركة ده كورنا اسمي مفعول مكرم كي سوى كرامين مكرمنا كي لا كرامين مرسل كي دري يا مرسل كي لا دري ما فهم مركز ساكو كل ما حركة ده هو سئ مال دير بقاين ويسا كتابك مؤلف يا مؤلف باجرة مؤلف محونا قوني شاقي قوني مؤلفنا كتابك إلا ألف ما قرأ مصنف مصنف حركة ده هو سئ بعضو في الناس مركز تمعين وقال حركة ده هو سئ اسم فاعل حركة ده قرأ اسم فاعل مصنف مصنف مؤلف مؤلف واي مركا منفتح هذو كور دغاي واسمي فاعل منفتحنا اسمي مفعول وميلها كو كل ما كردغي هوسري كلا فيه وهو ما قبل اخر كيف المضارع مضارع ساينا اي شيء ما قرنا هذا كور شيخ وافق الشرحي شيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي بالله الوافي في شرح الشيخ دبي الشيخ مسلم رحمه الله تعالى مركز جامعة إسلامية علماء ذي اللغة بالأبوة مدينة علماء ذي هراء جامعة ذا علماء بالله الشيخ من بادي الشيخ أمين كنور اللي يعني الشيخ عبد المحسن عبد عبادي البدري بغل سنوات قاري لأنه وحكا أغريا مسجد كالنبي عليه الصلاة والسلام يسوى الدعاء دكتور عبد الرزاق بولار مركز علماء ذي مركز قراءات كالنجيسي شيخ قاسم مصر كيمي شيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي شيخ وافق اسكنوي كتب بعض المؤلف اللغه دي سنه هذا معناته مركه من موريتانيا او يمد بال مركاس تحفظ القران قران في حديث سنت انت حالك ايوه احفظ القران على ظهر القلب علماء الموقت اللي اسكت وضعي جعلي نلقى وحب يشوا وبود بود هي قران في حديث سنت واحد اسمه ما شكرا ان شاء الله وارجيني ان شاء الله ناسك واحد دسروي ابدا كبلو بقلب قال ارضي قلب قال قلب قال قلب قال اجلس فريسي نو حيبتينا اذا غراك موجز وقت قلب قال كبلو قلب قال حاجه وقاده يا نيك قلبي قال قلبي قال قلبي قال ونقرر هيبتي ورسول وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يا قال ذي ضموسك وقفت موت قلبي قال كود بموت تاو هكذا الرين صوبا واحد شرطا بالقلع يا قرآن مركة نين لجندي كم ذا وحي ابدا من قول الله تعالى الذين امنوا لهم عذاب اليم به ان بسال سيستهد وحي ابدا الذين امنوا لهم عذاب اليم مركز ليس في القران وراء القران في القران وهالدقاج دقام غير حافظ وحمى كان صح كيف كان الله
كبلوا الذين آمنوا لهم عذاب أليم. قرآنكم ما جرت ويكون جرت ما لها يا يد أبو على عبدير وكون جرت قرآن سماه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم سماه سوى هذه وقام قبر هاي موت معنيه هنا ومعنى خطر صباح هاي موت مارك بصاره وارنما كنت دار انما حال دار وهو مارك مع قبر الاخر في المضارع المضارعة منفتح ويمد كردقمي وذلك كي يدعى ويوالو يري وكالدعية والو يري ادعية ماضي يدعانة مضارعي مرك الضريبة هي وحكا قوانا إنها كوة سهلا هي يضرب مرك ورسي أنوارك ضريبة باكوت من فين هذا صدح سبادو عبر كرتا واسكم مذا ضريبة فعل ماض مبني للمجهول كاسب حق العراق ضريبة فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من العراق وحكا لو دي كرتا ضريبة فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله مبني على الفتح لا محله من الإعراب وحاسد حاضر ذكرت ضرب فعل ماضي مغير الصيغة ضرب فعل ماضي مغير الصيغة صيغة دي بل الدري ضرب هجر مكت ضرب ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محله من الإعراب صدح أهدار تواسكم يضرب فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره يضرب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره يضرب فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وإسلام هذا فعل ماضي مبني للمجهول فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله فعل ماضي مغير صيغ واسكم نايف فاعل بقادر واول الفعل فعل كبلوغيس الذي فعل كاس هنا هل كان هذا باو نايف فاعل بنجونا يضم اول كوال لغدي اما ماضي هنقضى مضارع امر اسو مشه كما جره وكسر ما حرف وسدغي حرف كاس ثبت سكن قبل الاخير حرف او دمي هرتيسا كسكن ملتزم كسرها سوى من اللازمي يا له لازمي في كل ماضي فعل كسر ماضي وهو بعده مرك ما قبل الاخير كا وهو حرف كا او دمه حرف كا كور ما قبل الاخير كا وهو ما قبل الاخير كا منفتح مد كور دغمي وي في المضارع مضارع دحيس وذلك مضارع المثال كي يدعى وي ويدعى ولو يري وكالدعية ماضي وي الدعية ولو يري يدعى مركا واسو ابو كافير هذا يدعى ولو يري ولو اعراب يدعى يرمى يدعى فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر ويدعى يرمى ألف بكبك ودعية واللوين واي أما يسوي ماضي دعية ودعية ماضي وحوم كبك وضع يسوي ألف كلية ماضي وحكر كبك فعل ماضي يسوي حوم كبك وضع ألف دعاء رمى ألف بس وأول الفعل كم حكير هلا يعني روصر في قصاب سن لكن نحوذي صوير نحكش وأول الفعل فعل كبلوغيس الذي فعل كاس وكباع مثل ما باع وكلا هذا ومن كل فعل ماضي معتل العين عين تيسوه بكتو باع باع عين تيسوه بكتو بيع بوها بيع بيع مركا بيقى حرف بككوية بيع بيع مرك وحليه تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلبت العلة أليفا فصار باع قال هذا كيس قولة أحد قولة قولة تحرك حرف العلة حرف عليه بحركه وانفتح ما قبله كرنا وكر قلبت العلة أليفا ألف قد فصار محونا قال ذكر وقلت أفكر لتكتي حقي صومر تنكي
نبا أنت عرض كل عضو نحو سواء أغرستي يا صرف يا سواء هاد نحو دي سوء فهمي بري عرض يا رفاض بصامد يا نبا أكتي سو كل رعد مركزي قلت وحاني قلت مركز يمكن كصوم مري وقعد مركزي قلت أفكر لتأكد حاجة صوم مرتين وصاح سوستال إن قلت أن قولا بكوه قولا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وقلبت العلة ألف فصار قال هلا بربيت قال يضو قال يتا هلا وحدي قال تبالي قال تو صرفي مركة وحاكودي الله مرحب هدي كلمان وحالي يا مزية بضا يا أود بضا حرف صحيحة أولام يا حرف العلة ألف يا أود بضا صحيحة أود بضا ألف كي طور نعم قال تبالي حذف الألف مع سؤال قلت قلت يضع فتحة قاف ضم اللي هو بدل معي نقوله قلت شغلي ونبو كرتمو مركز نبى أكتي سقى بقول عن قلت وحاني قلت أفكر لتأكد حاجة سامر طيب ما قاعد نبكر سامر طيب وأول الفعل فعل كبلوي سأل الذي فعل كاس وكباع مثل باع أزل كيسور هذا بيعوي مون كاسر الأول كوا الله أصلي باع مجهولي بكير ما هي نقول أول كوا أصلي بيع بيع والله قال بيع مر كافير مر كيل أولها ما أدري قبضم أوله محاص وإيشام وأمين كصحيح زمان كوا بكا كان هه وجهين مر كها اسمين فير سيم رمضان بعلى الصوم يقيل قرانك وقيل وقيل صمنا وقيل للظالمين وقيل وحالي مرك حسنا وريه وماضي يضم أوله أو كم واحد معتلوي كم واجرين كم واجرين كم واجرين باعي باعي وحي لم يوك باعي وحي لم يصيما قيل بيع كورا ولم وأول الفعل فعل كبلويس الذي فعل كاس وكباع مثل باع باع وكلا منكسر أول كوال هوسي وهو كسرها الذي كي ويقد شاع فاف عند النحات وعند علماء الصرف صدق قول باميشن ديرت فيران فير هذا اسكفهان اهان باع ما دي سمحاده بالوي اول كسر بال مركو مجهول كي باع ان هذا وامل اسك عادي موته مركو مجهول كي اول كسر بال محاده بيع ولا قدي بيع شيء ولا قدي قيل ولا يري سيم رمضان بالله صوم ما قرأ صدح مرك اللغة كجرت لغة أوفي عن تو أه كسر حرف الأول بيع لغة كلو حاجرت لها بوع لغة جرت بوع آه ولغة جرت وبضم الحرف الأول حرف كوري ها قد بوع لغة كلو حاجرت إشمام يقول راضي وحقرأي مع النساء تانا وحاوي يضغط بيع الله في تيضاهيس يا وحقودة يا اسكري بيع يا دي شي يقول لي بنا وحبلي جاسا بيع مركو عيرني بغانت وقت كان إشمام بالي مركب مدوى بيع أو سيدة يضا وطوفع بوع بأجرت بوع واللغة جرت بدر الدين كايدين لغا إن شاء الله هكا كم لاحيد الدوت بيع يا بوع يا الإشمام الإشمام بنا وحبوع إسكاني قوات إسكاني بيع إيه ها 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 الله دي حركة الإسكيني ما شاء الله جزاك الله خير باي مركب بدر الدين كنا ماتني وكوكا رأيين تشرح ومركب اللغة دي وفي عريض بوكوش يقول أها بيع مدي أقوسها لني بوع على واجر ثاير هذا هو توقعته ما قرأت وأول الفعل فعل كبلويس الذي فعل كاسو كباع مثل باع كافكم والتشبيه كباع مثل باع وكلاء منكسر أول كوالا كسر بيعد وهو كسرها الذي كيو قد شاع فافي واشتهر عند علماء العربية من النحاد ومن الصرفيين وحاكلو جرى بوعة 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 إذا نسكوه بوك إيه إشمام كذي وذاك كاس نايو فاعل كبادو علهد وذاك كاس نايو فاعل كا
إما مضمر ضمير إنه نقول ضربت مال دير بهتين ضربت أو مظهر ظاهر إنه نقول ضرب زيد وذاك كاس نائب فاعلك إما مضمر مضمر إنه نقول أو مظهر أما ظاهر إنه نقول ثانيهما كلا لبعضهم هذا يعلى بعض كلا بعض مظهر وذاك كاس نائب فاعلك إما مضمر ضمير إنه نقول أو أما مظهر إنه ظاهر نقول ثانيهما كلا بعض ظاهر ك كيكرموا على كرامين ويا المباشر كي بشارينا كيكرموا الكاف حرف الجر والتشبيه كاف كحاجة إسكان يكرم فعل مضارع مبني للمجهول يكرم فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله يكرم فعل مضارع مغير الصيغة انت عمد كثرة الكقاضو كتبت لكن وحيب أنت يكرم فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع للتجرد من الناس والجاز وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر المباشر نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر أما ضمير ضمير كيمياء فهو ضمير نحو قولنا هذا الكانية وحلم ذوي دعيت والإيار تعذو دعيت فعل ونائب فاعل بعد وتاء نائب فاعل تعذو إمرات مبني على الضم في محل رفع والضمائر كلها مبني أدعى والإيار ما دعي اللوميين إلا أنا عن الموين عدك اللوميين أما ضمير ضميرك ما دعي إلا أنا حد يسكجر ومنفصلك إلا هذا ملغى هذا أنا لا سأطنا بفعلك ما دعي اللوميين دعي فعل ماضي مبني للمجهول إلا ملغات إلا ملغات مركو حينا أذات استثناء ملغات أما إلا أذات حسر ماضي ملغات مركز أذات حسر مركي لأ وحا لوير وأنك لأو ما دعي اللومية إلا على أريه أنا نائب فاعل بادي مبني على السكون في محل رفع أما ضمير ضميرك فهو ضميرك نحو قولنا هذا الكاني يوحي لم يدوي دعيت والإيار تالا سان نائب فاعل تال أدعى والإيار نائب فاعلك وقدرية إسكاد وضمير مستطرة ما دعي اللومية إلا على أريه موي أنا ضلفت هذا نائب فاعلك وذاك كاسو نائب فاعلك إما مضمر ضمير نويه أو مظهر إنه يهدى ثانيهما كلبا كيكرم ولا كرامين ويا المباشر كي بشارين المباشر ذا سماع فاعل أما ضمير ضميرك فهو ضميرك نحو قولنا هذا الكنية وحلم ذوي أنك قول دعيت جملة كستوى هذا على تقول كذا بينا في محل الناس المقول قول بلى أما قولك هالنقطة أما قولنا أما قائل أو واحدون جملة هذي كذا على قول قولك قال اللفتيذ قل يقول قائل وحيدوني هالنقطة جملة هدي بعد القول مقول قول بلا في محل النصب هذا دعيت مركز كذا ما يستطيع والجملة من الفعل ونائب فاعل في محل النصب مقول قول بعده مقول قول محوك ديان نبا هانت ومفعول به لكن نحولي بقى وحيكم عامل مقول قول نبا هان ومفعول به دعيت والإيار أدعى والإيار ما دعي اللومية إلا عن عرق موية باب المبتدأ والخبر والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله تفضل.